تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. في بنوته كيوته، يعني كتكوته اموره، اسمها انجي يحيى، من عينه فرح بلكونه اللي كانت متواجده في قناه نادي الزمالك، وفصلها مرتضى منصور بعد ما شكرت في حسين لبيب، وبعد ما قعد يقول لها انا مش هشتكيكي انا هشتكي لجوزك، فجاب الانسه دي او المدام دي مكانها، وابتدت يعني تخبط في النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي عشان تتسمع وعشان تتشاف. ما هو عشان انت تبقى مشهور على السوشيال ميديا او على قناة نادي الزمالك لازم تتناول جماهير النادي الاهلي ولازم تتناول النادي الاهلي، مش كده وبس، لا ده كمان بتطالب النادي الاهلي بطلبات معينة تجاه جماهير نادي الاسماعيلي. وعيب ان انت تقولوا جماهير الاسماعيلي هينزل ولازم ينزل، ولا لا لا ما يصحش كده، وعيب، ده انتوا المفروض تشجعوا نادي الاسماعيلي مش تطالبوا ان هو ينزل. ووصفت السوشيال ميديا الاهلاويه ان هم ناس مغرضين وشيكابالا وجعهم وحارقهم، علشان شيكابالا اتسبب في ايقاف القيد لدى جماهير لدى نادي الزمالك او الفريق بتاع نادي الزمالك، وقف القيد لثلاث فترات بسبب المبلغ الكبير المستحق على نادي الزمالك من 2015. يعني مش زي ما قال مرتضى عشان محطوط حجز على النادي مش عارفين ندفع، لا لا لا، ده من قبل الحجز بسنين انت مش راضي تدفع، وقلت لشيكابالا تعالى يا شيكابالا انا هعمل لك عقد ب 1000 جنيه علشان انا اسدد الغرامه بتاعتك لناديك اللي انت هربت منه وسبته. طيب تعالوا نشوف الكيوتا الاموره انجي يحيى قالت ايه، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف انجي علي انجي يحيى قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. يمكن في الفترات الأخيرة ومع دخولنا عصر السوشيال ميديا والصحافة الإلكترونية وظهور طبعا بعض المواقع اللي يمكن ما عندهاش ضمير ولا في ضوابط تحكمها، يمكن ما بيحكمهاش غير المصلحة والألوان. للأسف من وقت ظهور الكلام ده ومن وقت ظهور زي ما قلت السوشيال ميديا ومن وقت ظهور الصحف الإلكترونية ديت، فإحنا للأسف أصبحنا أمام عادات وتقاليع جديدة قبل لقاء القمة. يمكن عادات تقدر تعتبرها نكت بايخة، نكت بايخة مكررة، كل هدف النكت البايخة دي ان الزمالك سواء بقى الزمالك حلو او وحش، سواء مرشح للفوز بالقمة او لا، فلازم لازم الزمالك يطلع بره تركيزه ويتشتت بأي حاجة. خليني اقول لكم انه من يومين اتفاجئنا كلنا من بعض السادة الصحفيين ومن بعض المواقع المفترض انها تكون مواقع محترمة، اتفاجئنا بخبر مفاجئ، قنبلة الحق انفراد، ده الزمالك موقوف عن القيد عشان ما اعرفش غرامه سبورتنج لشبونه في انتقال شيكابالا. بجد مش عارفين احنا الحقيقه من غيركم كنا هنعمل ايه بصراحه، يعني خبر انفراد حقيقي، خبر مفاجاه. يا جماعه انتوا بتتكلموا بجد ولا بتهزروا؟ القصه دي معروفه من شهر للجميع، واكثر من مسؤول في مجلس اداره نادي الزمالك طلع واتكلم عن القصه دي وان هم عارفين مساله الغرامه وان الاداره هتسدد الغرامه ديت وبدات تتحرك بالفعل في جمع مبلغ الغرامه اللي مفيش مشكله فيه غير كل المشكله مساله الحجز على الارصده اللي احنا بقالنا فيها سنه، داخلين على سنه اهو في المساله بتاعه حجز الارصده. فايه الجديد؟ ايه اللي انت قلته جديد؟ فين الانفراد والقنبله والكلام ده؟ فين الانفراد الصحفي العبقري اللي انت طلعت بيه؟ لا واكتر من كده بقى، تحيزات بقى الحقيقي بتكون مستفزه، واللي دايما بيكون وقتها كده تحس الوقت، لا الوقت ده مش طبيعي، ده وقت مريب ومعروف، معروف هو ليه؟ التوقيت ده تلاقي موقع شهير تلاقيه متقلب خاطره بقى تقرير كده، ايه طلع لك تقرير طويل عريض، الحق شوف شيكابالا قنبله الازمات في الزمالك من ساعه ما لبس التيشيرت الاصفر. فيا جماعه شيكابالا عامل ايه بجد؟ يعني ايه مشكلتكم مع شيكابالا بالشكل ده؟ يا دي شيكابالا اللي عامل لكم قلق، يا دي شيكابالا اللي مضايقكم وحرق لكم اعصابكم، ليه كل ده؟ الراجل عمل ايه عشان يبقى الكل حاطه في دماغه بالشكل ده؟ يعني لو شيكابالا بياكل اكلكم مش هيتعبكم ولا هيضايقكم بالشكل ده؟ ريحوا دماغكم،
ريحوا دماغكم وحاولوا يعني تبقوا فاهمين ان كل اللي بيحصل ده مش هيبوظ علاقه شيكابالا بالزمالك ولا جماهير نادي الزمالك. ما حدش هيعرف يوصل لحاجه، لانه العلاقه يمكن ما بين شيكابالا والجماهير اكبر واعمق بكتير من الهري اللي انتوا بتهروه على الصحافه الصفراء او الصحافه الحمراء بمعنى اصح. يا ريت كده ايه نهدى شويه، يا ريت الصحف تهدى على نفسها شويه، لانه مش هنوصل لحاجه او مش هتوصلوا لحاجه باللي بيتقال ويمكن بالاشاعات اللي دايما بيتم ترويجها في الفترات المهمه لنادي الزمالك وقبل المباريات المهمه. طيب على الجانب الاخر، سبحان الله، نفس المواقع ونفس الصحفيين اللي تسابقوا في نقل القنبله اللي قلت عليها من شويه وتلميع الخبر والكلام عن ايقاف الزمالك عن القيد، هم نفس الناس اللي في نفس اليوم وفي نفس الساعه اتكلموا عن قرار فيفا بايقاف اليو ديانج لاعب وسط الاهلي لمده 6 شهور طبعا بسبب المستحقات المتاخره اللي ما دفعهاش لصالح وكيل اعماله، ويمكن مبلغ مش قليل يعني مبلغ كبير 7 مليون جنيه بالمناسبه هو الرقم طبعا اللي ما دفعوش اليو ديانج. طيب مش دي قصتنا، مش قصتي مشكله اليو ديانج ولا هو ما دفعش ايه ولا اي حاجه ولا مشكله الاهلي مع الفيفا. انا قصتي دلوقتي في الصحفيين وفي المواقع الصحفيه اللي نقل خبر شيكابالا وازمه الزمالك بشكل اللي فيه تهويل وتكبير للازمه وللمشكله، وشاهد والحق القنبله وشيكابالا طول عمره بيعمل مشكله في نادي الزمالك من ساعه ما لابس التيشيرت، هم نفس الكلام اللي بيتسابقوا في تفسير الخبر وان النادي الاهلي خلاص دفع الغرامه وان اللاعب هيشارك في لقاء القمه بشكل طبيعي وان الموضوع اتلم وان الدنيا جميله ومفيش اي مشاكل. حلو ده، يعني انا عاجبني ده، فكره ان انت ما تصدرش مشكله وما تصدرش ازمه لنادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي ولا للاعبين قبل مباراه مهمه عندهم. حلو الموقف ده، اعمل زي الناحيه الثانيه، لو انت شايف ان في مشكله في الزمالك حاول ان انت ما تصدرش المشكله بشكل ياثر على الفريق وعلى اللاعبين، لكن هو ده هدفهم وهو ده المطلوب وهو ده اللي هم عايزينه. هنا هنشعل لها حريقه حتى لو ما فيش حاجه مستاهله، وهنا الناحيه الثانيه هنحاول ان احنا نهدي الامور وندعم وما نصدرش طاقه سلبيه حتى لو ايه حاصل. ادي عندك الموقفين بيحصلوا في نفس التوقيت، موقفين بتفاصيل تقريبا تفاصيل متشابهه، لكن شوف هنا الموضوع بيتم تناوله ازاي وهناك بيتم تناوله تغطيته ازاي وتحت انهي اطار وازاي بنلاقي له مبررات وبنلاقي له حلول وبنلاقي له بطريقه ما تاثرش على الفريق. للاسف انت لما كزملكاوي لما تشوف الاختلافات وتشوف التحيزات دي وتشوف الطريقه اللي بتعامل بيها الفريق بتاعك والطريقه اللي بتعامل بيها الفريق المنافس هتوصل لحقيقه حقيقي حقيقي صعبه، وهي ان انت كزملكاوي هو ده قدرك، انك تتعامل مع الناس اللي يمكن ما عندهاش اي مهنيه ولا عندها اي ضمير في شغلها وبيدخلوا اهوائهم ورغباتهم الشخصيه وانتماءاتهم الكرويه بيدخلوها في اكل عيشهم وفي مهنتهم اللي المفروض لو هم درسوا والناس دي عارفه صحافه ودرس صحافه بجد هيعرفوا انه انتماءاتك واهوائك وكل حاجه على جنب وان انت تكتب خبر يكون مصادرك صحيحه ويكون خبرك صحيح وما فيهوش اي انتماءات او تحيز. للاسف الناس دي ما اتعلمتش بجنيه، الحمد لله على كل حاجه، ويعني يبقى فعلا الضمير الصاحي عمله نادره في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده للاسف. ده موضوع الزمالك قد يعتبره البعض غير مرتبطه بشكل مباشر بالزمالك، يعني هتكلم في قصه ثانيه بعيد شويه عن الزمالك، لكن هي مش بعيده قوي، لانه في اعتقادنا انه الزمالك وكره القدم الشعبيه والجماهيريه طبعا والتنافسيه كما يجب ان تكون لو فعلا عايزين دوري بجد وكوره بجد فمصلحه الاثنين واحده، لو احنا بندور على مصلحه الزمالك هيبقى بالتاكيد بنتكلم في مصلحه الكره المصريه. وللاسف يمكن بعض الصراعات الجماهيريه السنين الاخيره خلتنا نشوف جمهور نادي شعبي، للاسف دلوقتي بنشوف جمهور نادي شعبي بيتمنى هبوط نادي شعبي اخر علنا وصراحه وعين عينك بسبب شويه ايه؟ اجواء احتقان طبيعي جدا ان انت تشوفها في كره القدم، وكلنا دقنا منها وكلنا شفناها كلنا مرينا بيها، واسوأ حقيقي ما في الحياه هي خساره ناس ما لهمش ذنب في اي حاجه، يعني هم ناس ما لهمش ذنب في اي حاجه غير ان هم مشجعين كوره. الناس اللي انت بتتمنى لهم الخساره. فيا جماعه ارجوكم بلاش نخلي تنافسنا الطبيعي والمفروض يكون طبيعي ومنطقي في اطار كره القدم، ما ينفعش تخلي تنافسك ده
يخلي البعض مننا مهما كان انتمائه يتمنى لنادي جماهيري اخر يهبط. ما ينفعش ابدا تصل للمرحله دي، لو انت وصلت للمرحله دي يبقى انت عندك مشكله. اصل انت هتستفاد ايه؟ لو فكرت فيها كده بعقلك وحطيت بقى غيرتك على جنب وحطيت مشاكلك الشخصيه على جنب كفريق وكجماهير، انت هتستفاد ايه؟ فين العائد اللي هيعود على كره القدم المصريه او على اللعبه او عليا حتى انا كنادي جماهيري كبير من هبوط نادي جماهيري زي ودخول نادي شركه ولا مؤسسه مكانه؟ ايه العائد اللي هيعود عليا؟ يعني ده احنا يا جماعه بقينا بنتنشا على نادي ليه جمهور ونفسنا كده نشوف الملاعب كلها مليانه بالجماهير والجماهير بتهتف في كل حته وانت تهتف بجماهيرك وجماهير المنافسه تهتف الناحيه الثانيه. هو ده اللي بيخلي كره القدم والمباريات ليها طعم بجد، هو ده اللي بيخلي فيه روح تنافسيه حلوه بجد، هو ده اللي بيخلق صناعه وشعبيه كره القدم. كره القدم من غير جماهير المنتميه بطبيعه الحال للانديه الشعبيه هي دي اللي بتعمل الروح الحلوه يمكن اللي بنشوفها، وهي دي اللي بتعمل الروح الحلوه اللي بنستناها في كل مباريات. لكن لو الناس دي مش موجوده وما بنشوفش جماهير، الموضوع يبقى دمه تقيل، مش هتبقى مستمتع وانت بتتفرج على المباراه. ف بدل ما تحاول ان انت تقف جنب الانديه الاخرى وتشوف حل يمكن للازمات الماليه اللي ممكن تكون خانقه معظم الانديه الشعبيه الكبيره وبقت بسببها دلوقتي بنشوف نادي كبير وعريق للاسف وليه تاريخ عظيم زي نادي الاسماعيلي بدل ما بيكون دلوقتي بينافس على اللقب زي ما هو المفروض ان هو ينافس طبعا على اللقب، ده شيء طبيعي نادي كبير وعريق زي نادي الاسماعيلي للاسف بنشوفه دلوقتي بينافس على البقاء للجولات الاخيره. والله اعلم كمان عندك السنين الجايه مين ممكن يدخل نفس الدايره دي غير الاسماعيلي. لو احنا ما وجدناش حلول وقفنا جنب بقيه الانديه الشعبيه وشفنا حلول مجديه، ما تعرفش ايه اللي هيحصل للكره المصريه والتدهور اللي هيحصل في السنين اللي جايه. صدقوني يا جماعه ما حدش هينبسط وقتها، ولا حد هيبقى مهتم ولا هينجذب لمسابقه فيها جمهور فريق واحد فقط او حتى فريقين والباقي شاهد يعني الناس ما فيش جماهير في المدرجات. بعيدا عن انها اموره وحته بنوته كده يعني ايه لذيذه وحلوه كده وتتاكل اكل، لكن مخها في الطراوه. نفس عينه مرتضى منصور بالظبط ونفس يعني العجينه. هو انت يا انسه ولا يا مدام ما شفتيش الاسطوره الوهميه بتاعكم وهو بيعمل لمرتضى منصور هذبحك وهحطك على مش عارف ايه؟ ده مرتضى اللي طلع اعترف بلسانه مع تامر امين. هو ما شفتوش الاسطوره بتاعكم لما رفع الحذاء لجماهير نادي الزمالك؟ طب ما شفتيش رئيس ناديكي لما قال عليه ده بياخد الجزم او الاحذيه من امير ابني وهو حافي؟ ما شفتوش برضه وهو بيقول انا هرفع عليه قضيه عشان صور البنات والستات اللي بيمشي معاهم وبيعمل معاهم علاقات؟ مالنا احنا؟ مال الجمهور؟ هو لو صحفي كتب حاجه يبقى صحفي مغرض وصحافه حمراء مش صحافه صفراء ايه؟ يعني كلام يعني لا يرتقي للنقاش اصلا. يعني هو انتوا هتموتوا لو ما جبتوش سيره النادي الاهلي؟ حتى الناس اللي هم على الهامش، حتى حضرتك وانت ما حدش بيتفرج عليكي او بيتابعك من جماهير نادي الزمالك نفسهم على قناه نادي الزمالك. انا الفيديو بتاعك ده وقع في وشي بالصدفه فقلت لما اجيبه واعرضه للاهلاويه علشان يشوفوا ان كلهم على شاكله واحده. يعني لما قالك الطيور على اشكالها تقع فعلا يعني الزملكاويه على اشكالها تقع في نادي الزمالك او خارج نادي الزمالك او في القناه او خارج القناه. الاستاذه بتقول ده جماهير نادي الاسماعيلي، ازاي انتوا تشتموا نادي الاسماعيلي يا جمهور النادي الاهلي؟ ده انتوا المفروض تقفوا جنبهم وتشجعوهم، ده احنا بنتنشا على الفرق الشعبيه. طيب هي الانسه ولا المدام ما شافتش جماهير نادي الزمالك وهي بتشتم جماهير نادي الاسماعيلي في قلب اسماعيليه؟ طب ما شافتش نادي الاسماعيلي وهو بيرد الشتيمه بتاعه نادي الزمالك في قلب الاسماعيليه وحبسوهم وحجزوهم؟ ما شافتش كده ولا يعني ما حدش قال لها هذا الامر؟ مال النادي الاهلي؟ النادي الاهلي بيحلق في سماء اخرى غير السماء بتاعتكم نهائي. انتوا يا ريت انتوا في السماء، ده انتوا تحت القاع، ده انتوا تحت الارض، انتوا بالضالين وبالاحتواء وببروتوكول الافندي اللي قاعد دلوقتي بروتوكول محمد فاروق اخدتوا تالت الدوري بالمرار. واحد زملكاوي متبرمج او شغال بزنبلك، الشيء يعملوا له الزنبلك كده يطلع
يطلع على صفحات النادي الاهلي يكرر نفس الجمله، وتلاقي ايه كومنت واخد كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست في كل مكان. يقول لك انت طلعت ثالث المره اللي فاتت. لا يا حبيبي، انا كنت تاني الدوري في انتهاء الدور الاول، فلما بعتت القائمه الافريقيه علشان الدوري يعني هيكمل لبعد يعني المده المحدده انك تبعت اللائحه او الفرق المشاركه في افريقيا وفي الكونفدراليه، فالنادي الاهلي خلاص ضمن ان هو يشارك في افريقيا بعد ما اخده من الدور الاول. فالنادي الاهلي قرر ان هو يريح كل لعيبته ويلعب بالناشئين ويلعب بالشباب الصغير ايام سوارش، ووقتها سوارش اتظلم في هذه النقطة. يعني كان هو عايز يطلع ويبين ان هو قادر وكده، لكن الراجل ما قالوا له لا كمل باللعيبة الاحتياطي وكده، ف يعني كمل باللعيبة الاحتياطي. فما تجيش بقى تقول لي يا فندي يا زملكاوي لا اصل انت رحت افريقيا وانت تالت ده وانت تالت. لا، انا رحت تاني بناء على وقت الاختيار كان بالدور الاول. في الدور الاول انا كنت تاني. ده بعيدا بقى عن الاحتواء وبروتوكول عصام هناء والاخطاء الكارثيه اللي احنا عدناها مرارا وتكرارا. فالاستاذ الكيوت الامور العسوله، خليك في ناديكي، خليك في فرقتك، ما تيجيش دعوه بالنادي الاهلي. مش كل واحد كتب موقع، كتب كلمه على موقع يبقى اهلاوي وبغرض وفيه وفيه وشيكابالا حرقكم. مش شيكابالا، شيكابالا مين؟ عمل ايه شيكابالا بتاعك ده في القمه؟ عمل انت فريقك اصلا في القمه؟ ولكن كله شغال بالزمبلك، مرتضى ماسك الزمبلك شك 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 او الريموت كنترول، انت تقول كذا النهارده، انت تقولي كذا النهارده، انت تقولي كذا من بكره، وهلم جرى. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.